شباب من جديد تحياتي. اليوم شرفنا صديقنا متابعنا احمد من منطقة خربة روحة حتى يصور هالتويوتا تراندل اس ار 5 2015 لخدمة عرضها الان. شوفوا هالجونت الافتر ماركت 20 انش. شباب هيك التراك طبعا بده 5.7 لتر في 8 حتى يقوموا بالويل. شباب شركة امريكانية اسمها بروكوم هي اللي قامت بتعديل هيدا التراك. شباب بدي الفت لكم نظركم انه هيدا التراك من الشاسية الطويلة. شوفوا ولا احلى من هيك سحبات وهيدي النهائيات وعنا كاميرا. ضروري بهيك تراك يكونوا السايد ستابس جاهزين. شباب الحلو بهالتراك انه اربع ابواب وبالاضافه عندك هالكابين الواسع ورا. شباب لانه الشاسية الطويله ما بعرف قد ايه هالباب مبين عليكم كبير بس هو فعلا انه الباب كتير كبير. شباب شوفوا هالفرش ولا احلى من هيك مع الدرزه ومثل ما عم نشوف الازاز الخلفي كهرباء. شباب تخليته بفرشه بلونه حلوه ومميزه. شوفوا معي المالتي فانكشن ستيرينج وهيدي الشاشه طبعا كرمال السنسر والكاميرا الخلفيه والفرش كهرباء. اعملوا منشن لصاحب النصيب اللي طلبوا تويوتا تاندرا وحش وضخم بهيدي الضخامه. خليه يتواصل مع الرئيس احمد. احمد شرفتنا واهلا وسهلا فيك. ومين ما حابب يعمل مثل رئيس احمد ما يتاخر ويدق يحجز موعد حتى نصور سيارته على خدمه عرضها الان. مثل ما دائما نقول الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب. صوره وسعره على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.